رحيم، هنكمل البيدياتريك اند نيونيتال ميكانيكال فنتيليشن، وهنتكلم النهارده عن بارت 25. هنتكلم عن ترابل شوتينج هاي فنتيلاتوري بريشرز، او اللي هي الفنتيلاتوري الارمز، وطبعا هناخدها في صوره كيس سيناريو، وهنشوف اللي هي بيسموها السادن deterioration of the patient on the ventilator، وهنعرف اللي هي الجراديوال deterioration of the patient on the ventilator. دي طبعا مهمة جدا 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 لزملائنا اللي بيشتغلوا في الحضانة، على اساس ان هي دي طول الوقت هو انكول، والممرضات طول النهار دكتور البيشن دي ساتوريتد، دكتور البيشن تاكبنك، دكتور البيشن اكشوالي ذير از شيست بلجنج، دكتور ذير از ديسكونكشن اوف ذا فنتليتور. ذيس اكشوالي ذيس از كومون بروبلم ان ذا ان ذا بيشنت ان ذا ان اي سي يو اور اي سي يو. الكيس اللي معانا عباره عن 6 مانث اولد جير is currently require mechanical ventilation for respiratory failure due to RSV pneumonia. The current setting اللي احنا محطوط عليها البيبي ده ال infant SIMV pressure regulated volume control tidal volume 7 ml per kg البيب 8 ال respiratory 24 FI oxygen 50 and the pressure support is 10 and the inspiratory time it's 0.7. اللي هنا الفكره بقى ان يو نوتست البي اي بي از كرنتلي 38 ايرليير راوند ذير از وير 24 تو 25. يعني هو مشكلتك دلوقتي ان البي اي بي وجدوا ان هو اعلى من اللي كان محطوط الصبح، الصبح كان 24 اصبح زاد الى 38. لما جينا فحصنا المريض وجدنا ان سيمتريكال بريس ساوند سكاترد اكسبيراتوري ويز ديفيوز كراكلز ويز ديمينيشد ايريشن باي لاترال. هاو تو ترابل شوت ذا بروبلم. يبقى انت لازم تعرف الاول ان المشكله ان البريشر عالي. النقطه الثانيه ان البشر عنده كراكلز وعنده ويز، يبقى عنده في برونكوسبازم. طب دلوقتي احنا هنتعامل مع الحاله دي ازاي؟ قبل ما اتعامل مع الحاله دي لازم افكرك بحاجه اسمها اللي هي البلاتو بريشر، واحنا قلنا البلاتو بريشر هو عباره عن البريشر ات اند اوف انسبيريشن. يعني انت البلاتو بريشر هو البريشر ات اند اوف انسبيراتوري بريشر during absent of the air flow. البلاتو بريشر بيديك كلو اللي هو البريشر اللي داخل الفلاي اللي اتحبس جواها، هو ده البلاتو. يجي يخرج فده انت بتحسب البلاتو بريشر اللي داخل الفلاي، هو ده بيديك كلو عن الاستاتيك كومبلاينس، ويديك كلو عن الكومبلاينس اوف ذا الفلاي. طيب وقلنا بيزد على البلاتو بريشر هنشوف هل هو هاي ولا لو ولا نورمال، هنبتدي نحدد ازاي تعرف البلاتو بريشر. احنا هندخل على سبيشال مانوفر، تدخل على انسبيراتوري هولد وتدوس على الزرار ده، يبتدي يحسب لك هو يديك البلاتو بريشر. ساعات يسموه الاند انسبيراتوري بريشر، هو نفس البلاتو بريشر، فبالتالي يدي يحسبه لك. وبيزد على حساباته تعرف ان في هاي ولا لو. اذا كان هاي في ديفرنشال دايجنوزيس، لو هو لو في انذر differential diagnosis. هنا الـ نرجع مرجوعنا للحالة اللي كانت معانا ان البريشر عالي، يبقى انت عندك هنا مشكلة. زي ما قلت لك نشوف البلاتو بريشر، هاي بي اي بي وهاي بلاتو، معنى ذلك ان في الفلور ليجن، الفلور ليجن يبقى معنى ذلك في decrease compliance. ايه سبب الديكريز compliance ده؟ اما اتالاكتسيز، اما اي ار دي اس، لاما نيوموثوركس، لاما يكون في عنده بالمونري إديمة، في عندك اوتوبيب. ده كل الاشياء دي كلها تؤدي الى بور كومبلاينس. ساعات يكون في ابدومينال ديستنشن ضغط على الدايفرام يعمل لك بور كومبلاينس. طب لو وجدنا ان هاي بي اي بي بس نورمال بلاتو بريشر، احنا قلنا البلاتو بريشر هو اللي بيقيس البريشر داخل الالفولاي، لكن البي اي بي هو بيقيس البريشر اللي في الاير واي وفي الالفولاي، فبالتالي المور اكيوريت هو البلاتو بريشر، لان البي اي بي is not accurate like the plateau pressure لانه بيقيس الاير واي ومعاها الالفولاي. فمعنى ذلك ان البريشر بيضيع نصه في الاير واي والنص الثاني بيروح الالفولاي، فما تقدرش تحسب النو الاكيوريت بي اي بي بريشر داخل الالفولاي الا من البلاتو بريشر. عشان كده الكوزز بتاعت لما يكون البلاتو بريشر عالي وما يكون البلاتو بريشر نورمال، لو او هاي بي اي بي، يبقى عندك اير واي ريزيستنت، زياده في الاير واي ريزيستنت. هاي بلاتو
related to alveolar. Alveolar يعني compliance. ال high BIP معنى ذلك ان عندك increase في resistance اللي هي في airway resistance. احنا قلنا alveolar disease يعني compliance، قلنا airway disease يعني resistance. والresistance هتيجي منين؟ قلنا 3S، اما secretion موجودة محتاج ان انت تعملها suction، اما في bronchospasm واحد عنده bronchial asthma ولا obstructive lung disease محتاج انت تدي nebulization steroid whatever العلاج، او عندك ال ATT size حصل block لل ATT او انها كينكينج المريض بيتحرك يمين وشمال فحصل فيها كينكينج او فيها مشكله تبتدي ايه تعالجها. يبقى دي الحاله اللي معانا كانت مشكلتها كان ان هاي بي اي بي، والهاي بي اي بي يبقى معنى ذلك ان انت عندك مشكله في مين؟ الهاي بي اي بي يبقى عندك مشكله في الريزيستنس. مشكله في الريزيستنس يبقى انت يا اما يكون برونكوسبالب سكريشن اند الاي تي تي سايز اوبستراكشن، والحاله دي كان فيها كراكلز وهويز يعني معنى ذلك انها برونكال ازمه، فتعالجها ان انت تعمل كلير للسكريشن عن طريق السكشن وتدي اللي هي البرونكودايليتور وتدي الاسترويد. نرجع مرجوعنا اللي احنا المهم بالنسبه لنا، انت عندك الفنتيلاتور الارم او بيسموها ترابل شوتينج اللي هي السادن ديتيريوريشن اوف ذا بيبي اون ذا فنتيلاتور. اول حاجه اللي احنا اتكلمنا عنها الاير واي بريشر، عندك حاجتين، اما الممرضه تيجي تكلمك او يحصل الفنتيليتور يبتدي بيعمل الالارم يديك الارم هاي بريشر، هاي اير واي بريشر، هاي اير واي بريشر، او ان هو يديك الارم لو اير واي بريشر. طب انت لو لقيت اير واي بريشر از هاي، احنا قلنا اير واي بريشر از هاي قلنا 3 اس على طول، اما يكون عندك السكريشن او عندك سبازم برونكوسبازم او الاي تي تي سايز ابتدى يصغر اما بانفلاميشن او سوري الاي تي تي ابتدى يحصل لها كينكينج او ان البيبي بيتحرك او فبالتالي بيزود فيها البريشر. النقطه الثانيه تشيك السيتنج اللي انت حاططها، ممكن السيتنج اللي انت حاططها دي تكون هاي على الكومبلاينس بتاعت الرنج الموجوده، او الالارم اللي انت حاطه لو، اما السيتنج اللي حاططها عاليه او السيتنج الارم انها لو، او في حاجه اسمها الستيكنج بريث احنا البريس المتراكمه، فبالتالي معنى ذلك ان عندك بيشنت فنتيليشن اسينكروني، في مشكله في السينكرو ما بينك وما بين الايه المريض. فمعنى ذلك دول اسباب ان عندك البريجر البي اي بي عالي، تبتدي تمسك واحد واحد وتتفنط فيهم على اساس ان انت لو جال الفنتيليتور ادى الارم هاي 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 بي اي بي هاي 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 بي اي بي، حضرتك ممكن ايه المريضه تروح حاطه سايلنت وتسكت وتكبر دماغها، لكن وانس ان عندك الارم بيقول لك الحق البي اي بي عالي اعرف ان في اير واي ريزيستنس موجوده، يو هاف تو كلير السكريشن، لو في سكريشن لو في سبازم المفروض تشيل السبازم، الاي تي تي تشوفها ممكن تكون كينكد ولا المريض عضض عليها ولا ايه بالظبط، وتشوف البيشن فنتيليشن اسينكوري، وتشوف لو حسين يكون البيشن عنده نيوموثوركس ومحدش داري بيه، تعمل اكس راي وتعمل بلاد جاز وتشيك على المريض كلينيكالي وبايوكيميكالي ولابوراتوري. كلينيكالي تشوف الاير انتري هل في نيوموثوركس ولا ما فيش نيوموثوركس، وتشيك على التيوب هل هي كينكيد ولا في مشكله في التيوب بلوكت ولا ابستراكتد ولا ديستبليزد، وتشوف الفنتيليتور بتاعتك والسيتنج والالارم بتاعتك اخبارها ايه. طب لو قال لك البريشر لو ما عندك يبقى 3 دي، اما لو انت عندك الاي تي تي لو هي كافت يبقى ما حصل لها ديفليشن، اي تي تي كافت ديفليشن، حصل لنا تشال الديفليشن الانفليشن اللي فيها. النقطه الثانيه ان حصل لك ان ديسكونكشن اون ذا فنتيليتوري سيركت، السيركتس خلاص مفيش فوليوم داخل ولا بريشر داخل ولا اي حاجه، يبقى حصل ديسكونكشن للسيركتس. الثانيه لو عندك انت درين، حاطط درين ولا شيست تيوب ولا شيست وند، فبالتالي حصل ان الفوليوم والبريشر اللي بيتاخد ايه راح كله، او ان التيوب انت حاطط تيوب حاططها في الاسوفكس. فده بالنسبه ليه لو انت الفنتيليتوري الارم تشيك ليست قال لك هاي بريشر هتعمل ايه؟ قلنا ال 3 اس، ويقول لك لو حصل ان البريشر لو يبقى قلنا ال 3 دي بتوعنا. طيب النقطه الثانيه المينيت فنتيليشن، يبقى احنا خدنا البريشر عمال يعمل الارم، هنا المينيت فنتيليشن عمال يعمل الارم. المينيت فنتيليشن قلنا اللي هو الايه؟ الريسبيرتوري ريت والتايدل فوليوم. المينيت فنتيليشن از هاي معنى ذلك الفوليوم از هاي، لو الفوليوم از هاي شيك على مريضك، معنى ذلك ان البيشن ابتدى ياخد الايه؟ ابتدى ياخد سبونتينيوس بريثنج، معنى ذلك ان البيشن ابتدى ياخد سبونتينيوس بريثنج. هتشوف الديزيز اللي البيشن عليه، هل انه يحتاج انه يكمل؟ هل انه محتاج انه يكمل؟ انه محتاج انه يكمل الـ يكمل
محتاج ان المريض يكمل على الفنتيليشن وتدي السيديشن، ولا محتاج ان انت السيتنج اللي انت حاططها المينت فنتيليشن، ممكن يكون المينت فنتيليشن انت حاطه هاي، او الالارم اللي انت حاطه السيتنج بتاعته ان هو لو. طب اتس اوكي. طب لو هو المينت فنتيليشن لو، معنى ذلك نرجع للثلاثة دي بتوعنا، معنى ذلك ان هو الاي تي تي لو هي كافدة هتلاقي فيه ديفليكشنز. النقطة الثانية ممكن يكون حاصل ليك، في ليك وقلنا في حصل ديسكونكشن، او التايدر فوليوم سيت از تو لو، او الدرين. قلنا الثلاثة الديفليشن والديسكونكشن والثالثة اللي احنا قلنا عليها يكون حاطط درين ولا شيء مضيعة الفوليوم او البريشر. النقطة الثانية اللي هي اكسجين ساتوريشن او الاند تايدل سو او2. عندك الممرضة كلمتك وقالت لك الحق دكتور البيشن دي ساتوريتد، البيشن بيدي ساتوريت وهو على الفنتليتر، على طول تشيك، تبتدي تشيك على البيشن وتشيك على التيوب وتشيك على الاكويبمنت بتاعتك. هتشيك على البيشن تشوف اذا كان في ايفيدنس اوف نيوموثوركس ولا لا، تعمل تشيك على الاير انتري والشيست اكسبانشن، وتشوف التيوب بتاعتها البوزيشن هل ممكن ديسبليز ولا اوستراكتد ولا ايه بالظبط، واذا كان محتاج تعمل سكشن، وبعدين تزود الاكسجينيشن وتبتدي تمانيبيليت بيزد على الكلينيكال باك جراوند، وتعمل بلاك جاز وتعمل اكس راي. وبعد ما تعمل البلاك جاز والاكس راي وتشوف البيشن كلينيكالي، ساعتها ممكن تعمل مانيبيليشن للفنتيلاتوري سيتنج بتاعتك. طب لو قالوا لك السي او 2 هاي، سي او 2 لو، سي او 2 يبقى انت عندك هنا المينيت فنتيليشن، يبقى انت عندك في مشكله في المينيت فنتيليشن، يبقى انت عندك مشكله في المينيت فنتيليشن، يبقى انت عندك في مشكله في المينيت فنتيليشن بتاعتك. السي او 2 از هاي، معنى ذلك انت عندك انت محتاج ان انت ان معنى ذلك ان الريسبيراتوري ريت از هاي او التايدر فوليوم از هاي. لو السي او 2 از لو، معنى ذلك ان الريسبيراتوري ريت از لو اند التايدر فوليوم از لو. طيب النقط هنا الدوبس والدوتس، اللي هو البيشن سادن ديتيريوريشن اوف ذا بيشن اون ذا ميكانيكال فنتيليشن، على طول بيسموها الدوبس. الدوبس يعني ايه؟ الدي ستاند فور ديسبيسمنت اوف ذا تيوب، اوبستراكشن اوف ذا تيوب، النيوموثوراكس، اكويبمنت فيليا، وستيكينج بريس زيرز او حصل اوتو بيب. يبقى دول تشيك على البيشنت، وتشيك على الاي تي تي، وتشيك على الفنتيليتور. انت ما عندكش غير ثلاثة دول. البيشن حصل له صدمة ديتيريوريشن، حصل ديساتوريشن، على طول immediately تشيك على البيشن مريضك، على طول حصل له نيوموثوركس ولا حصل له ايه بالظبط، تشوف الاير انتري بتاعته. والنقطة التانية تشيك على التيوب لكون بلوكد ولا displaced ولا راحت في الاسوفيكس ولا فين، وبعدين تشوف الاكويبمنت بتاعتك. اول حاجة طبعا اللي هي احنا دي الدوبس، دي اللي هي displacement، والاو obstruction، البي نيوموثوركس، الاي الاكويبمنت فيلير، الاس اللي هي الستيكينج بريث. how to fix this problem بالدوتس. الدوتس احنا على طول اول ما تسمع عن البيشن دي ساتوريت او sudden deterioration، شيل على طول ديسكونكت البيشن من على الفنتيليتور، وابتدي اسمع واعمل امبو باجنج، واسمع الشيست، اسمع الشيست. لو لقيت الاير انتري على جنب واحد، معنى ذلك انها ديسبليس وراحت على الرايت سايد. لو انت مش سامع حاجه، معنى ذلك ممكن يكون التيوب بلوكت، او ان ممكن يكون حصل والشيست معاه شيست شيست بلجنج او شيء، معنى ذلك ممكن يكون البيشن دخل فيه نيومو سوركس. طيب يبقى انت بتشيك على التيوب بوزيشن، وهتعمل تويك بعد كده الفنتيلاتوري تشيك سيتنج، بعدين تشيك على الايه السيتنج بتاعتك، وبتاخد اللي هي السونوجرافي اللي هي بتاخد الايه الاكس راي ليكون فيه نيوموثوركس. يعني تعمل ديسكونكشن للفنتيليشن، وتدي امبو باج، وتبتدي تشوف الاير انتري. عندك الاير انتري على وان سايد، معنى ذلك ان في عندك التيوب داخله في الرايت سايد، او ان انت مش سامع حاجه، حاجه من الاثنين، مش سامع حاجه دي معنى ذلك ان التيوب بلوكت، او لو معاها ال حاسس ان في شيست بلجنج او شيء، معنى ذلك ممكن يكون في نيوموثوركس، تعمل اكس راي ليكون في نيوموثوركس. بعدين تشيك على الايكويبمنت بتاعتك، وتشيك على المونيتورنج والليكس والاشياء دي كلها. ده ان جنرال كده لو عندك مشكله في البريشر لو ولا هاي او تايدر فوليوم، ده مجمل الترابل شوتينج. طيب هنا بالنسبه لنا، طيب نفس الكلام برضو، لو ديكريز فوليوم اور بريشر، احنا قلنا ديكريز اي حاجه ديكريز يبقى 3 دي. ديكريز معنى ذلك ان حصل ديسكونكشن فروم ذا فنتيليشن، عشان كده الضغط ولا الفوليوم ابتدى ينزل. حصل
درين انت حاطط تشيست تيوب ولا حاجه، معنى ذلك ان البرجر كله رايح او ضايع. الثالثه ان ممكن يكون لو انت التيوب كافد او كده فحصل ديفليشن للتيوب. ونفس البارامتر الكوزز بتاعت اللو فوليوم او لو بريشر نفس الموضوع، حاجه في البيشن، حاجه في التيوب، حاجه في الفنتليتور. انت عندك فنتليتور او ماشين وعندك بيشن، والوصله اللي ما بينهم هي التيوب. يبقى ما فيش حاجه تبعد عن الثلاثه دول. لا المريض فيه مشكله عنده نيوموثوراكس ولا شيء، لا التيوب فيها مشكله ديسبليس ولا ابستراكتد، لا الماشين اللي انت حاططها عندك فيه مشكله في السيتنج في الالارمنج او هي ذات نفسها فيها مشكله تغيرها. هتعمل ايه اول ما تقول لك الممرضه البيبي ديتوريت سادن تيوريشن؟ ايميديتلي كم تو اسيس يور بيشنت، وبعدين تشيل الديسكونكت الفنتليتور وتدي امبو باك وتسمع الاي تي تي لقيت الوان سايد، بمعنى ذلك ممكن تكون على الرايت سايد وديسبليسد، او مش سامع حاجه يبقى ممكن تكون انها بلوجد، او انت معها شيست بلجنج او ساين اوف تنشن نيوموثوراكس، معنى ذلك تعمل اكس راي وتشيك ممكن يكون البيشنت عنده نيوموثوراكس. طيب وبعدين تبتدي بقى تشوف هل هو محتاج ان انت في سكشننج، تعمل بلجاز واكس راي وتبتدي تكلم عليه الانكول. طيب لو هنا انت عندك قلنا هاي بي اي بي، قلنا هاي بي اي بي حاجه برضو في البيشنت، حاجه في الاي تي تي، حاجه في الاكويبمنت اللي عندك. اما قلنا يكون في عندك سكريشن تعمل لها سكشن، لو في عندك اللي هي سباز تدي ممكن تدي بيتا بلوكرز ولا سوري بيتا اجونيست، او تدي اللي هي الاسترويد، او ان انت عندك ان التيوب ذات نفسها حصل لها كينكينج او حصل فيها مشكله تشيك التيوبينج، وممكن يكون في ووتر ولا حاجه تعمل امتنج للووتر، وليه تشيك السنسيتيفيتي والبيك فلو سيتنج، يعني تشيك على السيتنج بتاعتك والالارمنج سيستم بتاعك. وزي ما قلنا الاسباب ان التيوب حصل لها كينج او فيلد ويز ووتر، اللي حصل اسينكرو بروبلم البيشن حصل له، او ستيكنج بريس حصل ستيكنج بريس، فكل ده انت تعالجه مباشره. البيشن ممكن يكون حصل ان ديكريس في الكومبلاينس، او في حصل مشكله في الكومبلاينس، هو دي اللي مسببه ان ايه الهاي بريشر، مع ان ذلك في ديزيز في الالفولاي. الديزيز في الالفولاي دي ممكن يكون اتلكتيتك تشينجز، ممكن يكون نمونيا، ممكن يكون نيموثوراكس، فبالتالي انت تشيك على الاشياء دي كلها. طيب هنا ده كان سادن ديتيريوريشن. في حاجه اسمها جراديوال ديتيريوريشن. جراديوال ديتيريوريشن دي اللي بيسموه عارف زي الرابيد ريسبونس تيم، انت السادن زي تعمل كود بلو زي موضوع الكود بلو، لكن الجراديوال ديتيريوريشن ده عامل زي رابيد ريسبونس تيم، اللي هي عندك ان البيشن ابتدى ان ابروبريت فنتيلاتوري سيتنج، السيتنج اللي انت حاططها محتاجه تظبيط، البيشن دخل منك في انترافنتريكولار هيموريج، على طول تلاقي البيبي ديساتوريتد والهيموجلوبين وبالور وبلجنج انتيرو فونتانيل، فبالتالي على طول معنى ذلك ان البيشن دخل في انترافنتريكولار هيموريج. هتلاقي البيشن ممكن يكون سبتك منك، فبالتالي البيبي تلاقي ان بيحصل ديساتوريشن، بيحصل ابنيا الليسارجي هايبو اكتيفيتي، او البيشن دخل في بي دي اي، البي دي اي فتحت، اما بيكون سيبسيس حصل او ان انت اديته فلويد كتير، فبالتالي ممكن يحصل البي دي اي. هتلاقي عندك تسمع بقى اللي هي الماشينري ميرمر والباوندينج بالس والهايبر اكتيف بريكورديامز، ده الكلاسيك مانفيستيشن للبي دي اي. في النون كلاسيك مانفيستيشن ان البيبي على البنتريتو بقى لفتره طويله ومش عايز يتشال، او ان انت عندك بريزيستنت هايبوتنشال والهايبوتنشال ما بيتصلحش على طول، ده النون كلاسيك بيكتشر للبي دي اي ان انت تفكر ان البيشن ده عنده بي دي اي. النقطة الثانية ممكن يكون البيشن عنده نمونيا او عنده انيميا، فدول بيحصل جراديوال ديتيريوريشن على البيشن وهو على الفنتليتور. سام تايم يحصل لك حاجة اسمها تراب من ضمن الترابل شوتنج، ان هي بيحصل هيتر الارم، الهيتر الارم، فبالتالي مثلا حط الكولد اير او حط كولد ووتر، فبالتالي ده انت محتاج ان انت تعمل ريسيت، جاست قول لي بس للهيتر الارم قول لي، او وري دايركشن للاير فلو. النقطة التانية اللي هي what is the maximum BIP، احنا قلنا BIP مفيش maximum للBIP، لكن في maximum للبلاتو بريشر، والماكسيمم بريشر او بلاتو بريشر اللي هو اقل من 30 سنتيمتر ووتر. ليه مفيش ماكسيمم للبي اي بي؟ احنا قلنا البي اي بي نوت اكوريت لايك البلاتو بريشر از نوت اكوريت. ليه نوت اكوريت؟ لان زي ما انت عارف البريشر بيتوزع على الاير واي وبعدين يدخل على الالفولاي، فنص البريشر رايح في الاير واي والنص الثاني رايح على الالفولاي، فالاكيوريت هو البلاتو بريشر. احنا قلنا الاند اوف انسبيريشن او اللي هي بيسموه اند اوف انسبيريشن بريشر، حتى اسمه كده على الجهاز اند اوف انسبيريشن بريشر،
بيسموه اللي هو البلاتو، وده الماكسيمم بتاعه ان هو ليس ذان اب تو 30 وشود بي ليس ذان 30. فده الفرق بين اللي هو البي اي بي والبلاتو بريشر. احنا بنعتمد اعتماد كلي على البلاتو بريشر. لقيت البلاتو بريشر عالي معنى ذلك ان في الفولار بروبلمز، لو لقيت البي اي بي عالي يبقى عندك الفولار واير واي بروبلم، والاير واي بروبلم ريفلكتد بالريزيستنس، والالفولاي ريفلكتد بالكومبلاينس، والبلاتو بيديك الاستاتيك كومبلاينس اللي هو عملنا الانسبيراتوري هولد ده عشان تيجي ستاتيك. الديناميك يديهولك البي اي بي، فبالتالي is not accurate. فالاكيوريت هو الستاتيك كومبلاينس مع البلاتو بريشر. كده يعتبر احنا ايه خلصنا اللي هي الايه sudden deterioration of the patient of the ventilator. حتى كان من ضمن الاشياء اللي كانت كنا في الانكول في مره، فجاي طبيب من الريزيدنت فجاي بيقول الحق الحق الدب كل المريض، بيقول الدب كل المريض. يعني ايه الدب كل المريض يا ابني؟ في حد في دب دخل ال ان اي سيو؟ لا، الدب اللي هي دي حصل ديسبيسمنت للتيوب، اوبستراكشن للتيوب، حصل نيوموثوركس وحصل ايكوميد فيري. فده زي تريند او معترف او اكسبريشن معترف عليه في متعرف عليه في ال ان اي سيو، يقول لك الدب كل. لو اول ما تسمع الدب كل المريض ده او ابتدى يتمكن من المريض، تعرف ان البيشنت ده حصل له صدمه ديتيريوريشن، وتلحق تشيك على مريضك البيشنت اتسلف وبعدين التيوب وبعدين البنتليشن. شيك على البيشن اللي دخل في نيوموثوركس والتيوب اللي حصل لها بلوكت او ديسبليسد، وتشيك كمان على الفنتليتور اللي هيكون حصل فيه مشكله في السيتنج والالارمنج والاشياء اللي انت حاططها. لو لقيت المشكله مش مظبوطه، غير الفنتليتور على طول بدون تردد على طول. كده يبقى خلصنا اللي هي السادن ديتيريوريشن والجرادوال ديتيريوريشن والترابل شوتينج والكيس سيناريو. ان شاء الله بنحضر حاجه تانية ان شاء الله. شكرا، سلام.